أنا أبيكم تسامحوني تكفون. جود الله سبحانه وتعالى شافيني ويسامحني. تفضلي. هذه فلوسك. هذه فلوس البيت اللي شريتيه، بيت ندى. أنا عرفت من المحامي اللي أنت اللي خذيتي البيت. أي بس ليش؟ عشان أبي أرجع بيت ندى مرة ثانية يرجع باسمها، عشان أكون مرتاحة. إن شاء الله ما يصير خاطرك إلا طيب. باكر أكلم المحامي مالي وأخليه يحول البيت باسمها. أنا أدري إنك كرهتني وحقك ما ألومك. تفضلي، هذا تنازل مني عن بيتك. تقدرين الحين تروحين وتسكنين وما حد يقدر يكلمك. شكورة ندى. هذا تشيك ب 100,000 دينار. هذه فلوسك. لا أنا ما أبي فلوس، أنا بس أبي بيتي يرد باسمي. هذه فلوسك يا ندى. مشاري كان صاحبهم منك وانتي ما تدرين. لا لا شكلك غلطانة، أنا منين لي هالمبلغ يا حسرة؟ أبوك كان مسوي لك وديعة، وكان مسوي حق مشاري توكيل، وهو استغل هالشيء وحول الفلوس على حسابه أول بأول. عرفتي ليش؟ تفضلي. الله يرحمك يا يبا ويغمد روحك الجنة. مشكورة جوري، ما قصرتي. أنا الحين بريت ذمتي، فأبيكم تسامحوني. لأن صدق أبي الله يشافيني. أمان عليكم تسامحوني. مسامحتك، مو توني أسامحك، مسامحتك من زمان. واعتبري هالبيت بيت أختك، أي وقت ترفسين الباب وتدشين وأحطك فوق راسي. إن شاء الله تسوين العملية وتتشافين وترجعين تمشين نفس الأول وأحسن. يلا يا كريم، إنك تشافيها وتعافيها يا رب. أنا من باكر بروح حق أهلي عشان أتعالج، وإن شاء الله الله يشافيني وأرجع أمشي مرة ثانية. إن شاء الله تروحين ترجعين لنا بالسلامة. نجوى، أنا أبيك تعرفين شيء. أنا قطعت علاقتي بسديم، لأن هي كانت السبب بالمشاكل اللي صارت لي وصارت حق ندى وصارت لنا كلنا. لازم تعرفين أن رايلك مظلوم. ليش سكتتي؟ كملي.